فور ذا ليديز. افتكروا كلامي، اسم ده هيكسر الدنيا. انا مبسوطه قوي ان احنا تقابلنا. انا كمان ومعجبه جدا بالبرودكتس بتاعتك، انت عامل شغل هايل. ماركتنج، هو الماركتنج. خلي بالك انا ركزت قوي في السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت. خلي بالك الشطاره ازاي تخلي البرودكت جزء من اللايف ستايل بتاع الناس، يعني ما بيبقوش يشتروه بس وهم ايه لو احنا محتاجينه يلا نشتري، لا يبقوا بيشتروه عشان لازم يشتروه. فاهماني؟ طبعا. اه طبعا. على فكره الناس اليومين دول قاعده طول الوقت ما بتسيبش تليفوناتها، قاعده طول الوقت تقلب في السوشيال ميديا تقلب في السوشيال ميديا، يبقى لازم نستغلها. صح، انت ذكي جدا على فكره. على رايك صحيح، فريده مش بتسيب الموبايل طول النهار اهو. اقول لكم على حاجه يا بنات، بجد انتوا لذاذ جدا، حبيتكم قوي. لا لذاذ يعني، فكروني حتى بماما. يا حبيبي لذيذ بجد، بس على احلى طبعا. بس كتير كمان. الحقيقه احنا يعني جالنا ردود فعل حلوه قوي على الويب سايت، وجالنا كذا اوفر من كذا شركه عايزين يعملوا معانا كامبينز وكده، بس احنا بنختار طبعا البرودكت عشان الايمج. انت فاهم؟ لا فاهم طبعا. عايز اقول لك انا بحب قوي اشتغل مع الناس اللي عندها مشاريع بتساعد الست، هو ده المهم بالنسبه لي، هو ده انا عايز اعمله، هي دي رسالتي. مش كده؟ نفسي اشتغل معاكم فعلا، عشان كده احنا كلمناك. معلش سوري يا حبيبي، كل حاجه تمام. هرجع لكم. ها دلوقتي انا لو بصيت لك دلوقتي هموت من الضحك. خدت بالك لما قال يا بنات وبعدين قال ان انا بفكره يعني بالست ووالدته، كنت هقوم من ايدي عليه. طبعا خدت بالي لما خرب بيته. تفتكري كاركتر زي ده ممكن نطلع منه باي دي؟ اه طبعا افتكر. انت هتعرفي تعملي كده. يا ريت. أنا جيت. أيوة اسم الله عليك، مش يا بنات كنا بنقول إيه؟ معلش. لذيذ، أنت لذيذ. والله أنتوا اللي لذاذ. أنت منور الدنيا. بجد. بس أنا مش حاسة إن الشركة تقيلة كفاية يا نادي. عارفة بس الشركة دي بتكبر بسرعة. جبت لكم قهوة عشان تركزوا. جت في وقتها. كسلتوا الحاجة؟ نادية متحمسة لشركة كده على قدها. بيسوقوا على السوشيال ميديا للستات الفامينست. تاني بتتريقي عليا؟ والله العظيم ما بتريق. طب اقول لك على حاجه. اوكي هم اذكياء بس فريده يا ستي شايفه ان هم عشان شركه صغيره يبقى هيدفعوا اقل، بس انا بقى شايفه ان احنا لو قدرنا نجمع كام شركه صغيره من دول هيبقى عندنا كم اعلانات كويس. طب وليه ما نوفر مجهود ونعمل ديل واحده مع شركه كبيره توفر علينا كل الاعلانات؟ مش هيبقى رامز يا فريده. ليه مش رامز؟ ما الراجل متحمس. يا بنتي مش عايز حد يعلن معاه هيحتكرنا. وايه يعني مش مهم اعلانات، المهم انه هيدفع مبلغ كبير. انا لو وافقت هيبقى على مسؤوليتك يا فريده. على مسؤوليتي. اتفقنا؟ اتفقنا. شكرا.